السلام عليكم. راح اسولكم دوسي بشكل عام. هذا المسجد هذه دكانة الحاج فوزي، يكون وجوه الحاج فوزي. هاي صيدلية جديدة في دوسي، هاي الباصات على المدرسة الحاج فوزي من زمان. بيت أبو أحمد الحاج الله يرحمه، هذا بيت على الريف، الله، هذا المفرق، الطريق بالعصب كامل. محل فوزي مطعم بيت بدوية القديم كان فيها هون المطحن اللي يطحنوا فيها القمح. طيب هون شفت الدنيا طقس حلو، من بيت أبو شقيق، بيت علي صالح، هيك بيت علي فوق. طيب خلينا نمشي سوا، نمشي سوا سوا. الحاج عبد الصيفي هذا البيت، وبيت محمد علي الصيفي، محمد علي الصيفي. سهل الله يرحمه الحاج ابراهيم يوسف الغرابي. هذا مبنى البلدية، مبنى البلدية يعني ساعة في إعماره الحاج أبو شفيع رحمه الله تعالى. الله ساعده عليه أهل البلدة يجون خير. هي طريق المشاريع، طريق المشاريع. من هاي البركة مصورين، شوف البط ما شاء الله، شوف بط، بط في لبنان يوز صار بط بركة لوسي، شوف الطور كثير. هاي المشاريع محمية طبيعية، ممنوع صيد الأسماك والطيور، طائفة مصرية، الزائر حافظ على النظافة. شو شي جديد، بدنا نرعى فيها البقرة، نسقي فيها البقرات والغنمات، إذا صارت محمية. والكلام الصعب اللي شو بعرف، شو ما شاء الله، والله صارت حلوة والله، وكأنه واحد تقول إنه بنيويورك، نيويورك ما في هيك.
يا شي جديد علي. كيفين بطاط كيف وكيف محمية، لأنه زمان كنت بتلاقي يا لطيف الصيادية والقويس والدنيا، بس والله جميل جدا. الله يعطي العافية البلدية، شي حلو حلو، عجبني الشغل، شي بيعجب شي بيعجب، بلا والله شي بيعجب، شي جميل جدا. خي نضيف يا البركة وصارت حلوة بهالبطاطة الكيفية. حلو حلو، هذيك لوسي جديدة، طيب خلينا هاي السيارة بس شو مستأجرة مش إلي، تدخلوا شو من إلي. شيء جميل، ما نكمل سوا الطريق، يلا بسم الله. كان حدا طلب منا انه نصور فيديو طويل هذا البيادر، هاي حارة البيادر بسموها، هذا بيت أبو أحمد إبراهيم عياش رحمه الله تعالى. أو أربع خمس بيوت في بيادر، هذا بيت أبو أحمد عبدوني الله يرحمه، أبو الشيخ علي. هذا نعم، هذا الملعب، الملعب اللي قام فيه جمعية لوسي وقسم الرياضة، على رأسهم بلال الصيفي وجميع الله يعطيهم العافية. يعني كثير حلو صار الأولاد بيلعبوا في اليوم. هذه الزيتونات زرعن ابو شكيب الله يرحمه في البيادة، كان البيادة قبل البيادة. وهذا الحوز، الحوز يوزع ماء على بيوت السلطان يعقوب تحتي، ومعروف حوز معروف بيت خلي يوسف دحروش، هذه الدخروش. هذا بيت الأستاذ علي علوان الله يجزيه الخير، كما قدم للبلدة، كان مدير المدرسة وعلم يعني كل حياته وقضاه في مدرسة السلطان.
بيت قاسم علوان الله يرحمه، بيت أبو طليل الفاروق، بيت أبو محمد سعدي والله، بيت عمي حسين سعدي كمان رحمهم الله. هذا بيتنا بيت الحاج علي الصيفي رحمة الله عليهم. هون بيت قديم، هاي العرايش، هذا هو البيت، الناقوس بيصير فوق الناقوس، هذاك الناقوس كمان معروف، صخرة مغارة أثرية. بستان من العنب كان فيه. هذا بيت علي إسماعيل الله يرحمه، علي إسماعيل ساعة الفتاح. هذا الباز مقتبل 25 سنة كان ياخد على عمر المختار، وبعده صاعد حطت ايدك. هاي بيت عبد اللطيف الله يرحمه، هلا نروح من هنا. هاي حارة النقرات يا جماعة، حارة النقرات. من هون نطلع إلى بيت أبو عثمان الله يرحمه، بيت أبو رجدي رحمه الله. طيب بيت خير مصر الله يطول عمره، وهذا بيت عبد الملك رحمه الله تعالى. هذا بيت اسم أبو غوش، وهذا بيت الزريف رحمة الله عليه. بيت السيف كمال الله يرحمه، خلينا نروح ناحية المدرسة. هناك بيت جدي أبو إبراهيم الصيفي وبيت الشيخ خليل الصيفي. وحده بيت المختار، هذا بيت المختار، وهذه مدرسة لوسي، هذه مدرسة لوسي. هذه دكانة أمين. هاي المدرسة وهاي الملعب، هون كادي كان في حنفية نشرب منها، هاي 30 سنة بعد اللحظات الموجودين. طيب حياكم الله، بارك الله بكم، جزاكم الله خيرا، كنتم معنا من السلطان يعقوب التحتي حسين علي الصيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.